Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini Mu'alimah akan baca potongan ayat daripada Hafazan 21. Mu'alimah akan baca potongan ayat 20, 20 21, 22 dan 23. Murid-murid boleh -murid, buka buku TQS muka surat 143. Tema ibadat adab dan akhlak Tajuk Adab Perbincangan dan Adab di Dalam Majlis. Surah Al-Mujadalah ayat 9 hingga 13. Juzuk 28 muka surat 543 hingga 544. Qala ta'ala A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> "يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا تنا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ rahim رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ Okay, potongan ayat yang ke-21. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فإذ لم تفعلوا تاب الله عليكم 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 فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَأَتِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم